أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع جنبيت الوزير المرفوض وأحد أشهر تفريعاته تفريع طراش، بيلعبه طراش بنفسه أمام بطل العالم الثاني إيمانويل لاسكر، وأطول من احتفظ بهذا اللقب في التاريخ. وبالطبع نعلم ما كان من منافسة بين لاسكر وطراش، حتى إنهم أطلقوا عليهم الإخوة الأعداء. وإذا كنت قد أحببت جنبيت الوزير المرفوض وستضعه بين افتتاحياتك المفضلة، فلا بد أن تتعلم كيف تلعب بالبيدة المعزول أو البيدة الأيزولاني أو بيدة الوزير المنفرد، فهو ينتج من معظم تفريعات جنبيت الوزير المرفوض. وقد قال بوتفينك: من لا يستطيع اللعب بالبيدة الأيزولاني أنصحه بعدم لعب جنبيت الوزير المرفوض. أما تاراش فله رأي آخر سنتعرف عليه أثناء متابعتنا للدور، الذي يمكن تلخيصه بعذاب مستمر أذاقه لاسكر لطراش بسبب هذا البيدع، وأنهى الدور بضربات تكتيكية رائعة. إذا وصلت لإحداها أهنئك بشدة. والآن هيا نتعرف على البيدة المعزول وكيف تلعب معه أو ضده. إيمانويل لاسكر بالأبيض، سيجبرت طراش بالأسود، سان بطرسبرغ 1914. هيا نتعلم. D4 D5 Knight F3 C5 C4. بكده وصلنا إلى جنبيت الوزير المرفوض تفريع طراش. E6 CD5 ED5 G3 Knight C6 Bishop G2 Knight F6 Castle Bishop E7 D takes C5. ظهر البيدة المعزول. البيدة المعزول اللي على العمود دي بيعتبر معضلة من معضلات الشطرنج. فيه كثيرين بيعتبروه ميزة وفي كثيرين بيعتبروه عيب. طراش من الناس السعداء بهذا الموقف، ويقول أن الأسود أفضل موقفيا بسبب وجود هذا البيدق، كما يقول أن من يخاف بيدق دي المعزول يجب أن يعتزل الشطرنج. كمل الدور بيشوب تيكس C5 نايت B D2. الأبيض بيحرك حصانه بحيث يصل إلى مربع D4 ويعرقل البيدة المعزول عن طريق مربع B3. لو كان الأبيض ملعبش نايت D2 ولعب بدلها نايت C3، الأسود ممكن يرد D4 ويفوز بتيمبو على حساب الحصان. لكن الأبيض في الموقف ده لعب نايت B D2 وكمل الدور D4. نقلة ضعيفة وتعتبر إهدار للنقلة، وكان على الأسود بدل ما يلعب D4 يلعب نقلة تعبئة أفضل مثل كسل. نيمزوفيتش علق ساخرا على هذه النقلة بأن البيدة المعزول له الاختيار بين حاجتين: إما أن يكون ضعيفا على مربع D5 أو يكون ضعيفا أيضا على مربع D4. كمل الدور نايت B3 بيشوب B6 كوين D3. لاسكر بيثبت البيدق حتى لا يستطيع الحركة،
ودلوقتي بيهدد بلعب روك دي 1 ويبقى طالب البيضة بأربع قطع، الحصانين والوزير والرخ. كمل الدور بيشوب اي 6 روك دي 1، دلوقتي الأبيض طالب البيضة بأربع قطع، بيشوب تاكس بي 3، الأسود بيتخلص من أحد القطع المهاجمة، لكن في نفس الوقت هيترك الأبيض محتفظ بميزة زوج الأفيال كوين تاكس بي 3. الأسكر دلوقتي بيهدد بلعب اي 3 كوين اي 7 بيشوب دي 2، نقلة رائعة وهي أفضل من نقلة التعبئة العادية بيشوب اف 4. كسل اي 4، الأبيض بيلعب اي 4 في طريقه إلى اي 5 واي 6 ويطرد القطع اللي بتدافع عن البيضة وخاصة حصان سي 6. كمل الدور نايت اي 4، إذا الأسود ملعبش نايت اي 4 وأخد البيضة اللي على الاي 2 ده هيبقى فخ. الأبيض هيكمل روك اي 1 عاوز الوزير، والوزير ما عندوش أي مربع آمن غير مربع اي 6، وهنا هيلعب بيشوب اف 1 والوزير ملوش مهرب، ولذلك الأسود في الموقف ده لعب نايت اي 4 بيشوب اي 1 روك اي جي 8 A5. البيضة بيتقدم وهو له دعم من الفيل ومن الرخ، لاحظ ان فيل E1 هو اللي تعبأ منذ قليل على مربع D2. بيشوب C5، الاسود مازال محتفظ بدعمه للبيضة المعزول. A6، البيضة بيهاجم البيضة اللي حامي الحصان اللي حامي البيضة المعزول، ورد الاسود B takes A6. لو كان الاسود ما خدش بيضة A6 ولعب دي 6 هتكون التكملة كوين اي 4 عاوز الحصان روك سي 8 بيحمي الحصان روك اي بي 1، والرخ هتدعم تقديم بيضة البي الى بي 4 ويطرد الفيل طرد نهائي عن دعم بيضة دي 4، ولذلك في الموقف ده الاسود كمل بي تيكس اي 6 وكمل الدور روك اي سي 1. لاحظ ان كل القطع الصغيرة السوداء معلقة في الهواء، روك سي 8 نايت اتش 4 نقلة جيدة جدا، الحصان بيكشف هجوم على حصان اي 4 والوزير الاسود مثقل بالاعباء فهو بيحمي الحصان اللي على اي 4 وكذلك بيحمي الفيل اللي على سي 5، ولذلك الوزير الاسود في موقف حرج. الابيض دلوقتي بيهدد بلعب بيشوب تيكس اي 4 كوين تيكس اي 4 وهيسيب حماية فيل سي 5 والابيض هيفوز بقطعة، ولذلك بيشوب بي 6. لو ما كانش الاسود لعب بيشوب بي 6 ولعب مكانها نقلة زي نايت دي 8 هيكمل التفريع نايت اف 5 عاوز الوزير كوين اي 5 بيشوب تيكس اي 4 كوين تيكس اي 4 نايت دي 6 والابيض هيفوز بالفرق. لاحظ ان الفيل ما قدرش ياخد الحصان عشان مربوط على الرخ الاسود، ولو الاسود في الموقف ده لعب بيشوب دي 6 هيكمل نايت اف 5 عاوز الوزير وعاوز الفيل كوين اي 5 بيشوب تيكس اي 4، ودلوقتي الوزير لو اخد فيل اي 4 هيسيب حماية فيل دي 6 والابيض هيفوز بقطعة، ولذلك الاسود في الموقف ده كمل بيشوب دي 6 نايت اف 5 عاوز الوزير كوين اي 5 بيشوب تيكس اي 4 كوين تيكس اي 4 نايت دي 6 بشوكة الرخ والوزير كوين تيكس اي 2 نايت تيكس سي 8 روك تيكس سي 8. ودلوقتي الاسود خسر الفرق قصاد بيضتين منهم بيضة مزدوج، ولكن فاز بان البيضة اللي على الدي 4 اتحول من بيضة معزول الى بيضة سالك وممكن يكون خطير. كمل الدور كوين دي 5 عاوز الحصان بالرخ والوزير والحصان مربوط على الرخ كوين اي 6 بيحمي الحصان، اذا الاسود ملعبش كوين اي 6 وحاول ان ينقذ الحصان بانه يلعب نايت اي 7 الابيض هيلقنه درس تكتيكي قاسي، هيكمل التفريع روك تيكس سي 8 تشيك نايت تيكس سي 8 كوين اي 8 بيربط الحصان على الملك وبيهدد ان ياخده.
بكش والكش مات في الطريق. كوين اي 8 بيرفع الربط عن الحصان. روك سي 1 بيركب الحصان مرة تانية. نايت دي 6 بيتخلص من الربط مرة تانية. كوين تيكس اي 8 تشيك. نايت تيكس اي 8 روك سي 8 بيربط الحصان للمرة التالتة. كينج اف 8 وهنا بيكمل الابيض بيشوب بي 4 تشيك. والمرة دي مش هيفوز بالحصان بس، انما هيدي تشيك ميت للملك الاسود. اذا في الموقف ده الاسود كمل كوين اي 6 وبيطلب تكسير الوزيرين، لكن الابيض بيلعب كوين اف 3 وبيتجنب تكسير الوزيرين ومازال بيحتفظ بالضغط. وكمل الدور اتش 6 بيشوب دي 2 نقلة ممتازة. الابيض بيهدد روك اي 1 وده تهديد خطير، يعني لو الابيض لعب روك اي 1 طالب الوزير، كوين دي 7 روك سي 4 طالب ان يزوج الرخين على الحصان والرخ، نايت اي 5 الحصان عاوز الرخ، روك اي 7 عاوز الوزير، لكن الرخ بدون حماية والوزير بيلعب كوين تيكس اي 7 روك تيكس سي 8 تشيك، كينج اتش 7 بيشوب تيكس اي 5 بيشوب تيكس اي 5 كوين اف 5 تشيك وبيفوز بالفيل. ولذلك في الموقف ده لعب الاسود نايت اي 5 وكمل الدور روك تيكس سي 8 تشيك كوين تيكس سي 8 كوين اي 4 نايت دي 7 روك سي 1 كوين اف 8 نقلة سيئة. الحصان غير محمي وده هيكلفه بيدا. المفروض الاسود يلعب في الموقف ده كوين دي 8 ولكن لعب كوين اف 8 ودي نقلة زي ما قلنا سيئة وهتكلفه بيدا. لكن كيف اذا عرفت لك اهداء؟ بيشوب تيكس اتش 6 الابيض فاز ببيدا وكمل الاسود نايت سي 5. لو الاسود ملعبش نايت سي 5 واخد الفيل هيكمل كوين جي 4 تشيك بهجوم مزدوج على الملك وعلى الحصان، كوين جي 7 كوين تيكس دي 7 والابيض بيسترجع القطعة بموقف افضل. ولذلك الاسود كمل نايت سي 5 كوين جي 4 بيمنع الاسود من اخذ الفيل عشان بيربط بيدا جي 7 اف 5 كوين جي 6. دلوقتي الابيض له تهديدين، اذا وصلت لهم اهنئك ولك اهداء. التهديد الاول ان يلعب روك اي 1 طالب روك اي 8 ويفوز بالوزير، والتهديد الثاني ان يلعب بي 4 طالب الحصان، ولو الحصان راح لمربع زي دي 7 بيلعب روك سي 8 بيطلب الوزير والوزير ما يقدرش يتحرك والا هيترك حمايه بيدا جي 7 والابيض هياخده بتشيك ميت. ولذلك الاسود في الموقف ده لعب كوين اف 7 كوين تيكس اف 7 تشيك كينج تيكس اف 7 بيشوب جي 5 نايت دي 3 الحصان طالب الرخ وطالب البيدا والابيض رد روك بي 1. علق ترش ضاحكا بعد المباراة على ان نقلة تاسكر دي نقلة بائسة ولكنها للأسف النقلة الصحيحة. لو كان الابيض حمل بيدا من مربع سي 2 كان الاسود هيرد نايت اي 1 طالب الرخ والرخ هينتقل لاي مربع امن والحصان هيروح لاف 3 بهجوم مزدوج على الملك وعلى الفيل وهيفوز بقطعة. ولكن لاسكر لعب روك بي 1 كينج اي 6 بي 3 الابيض بيحمي مربع سي 4 من غزو الملك الاسود كينج دي 5 اف 3 وبرضه بيحمي مربع اي 4 من غزو الملك الاسود اي 5 اتش 4 نايت سي 5 اتش 5 دي 3 كينج اف 1 اي 4. فكرة ترش من النقلة دي ان يتخلص من البيدا البي والحصان ينتقل الى مربع سي 3 عشان يساعد بيدا دي 3 في الوصول لمربع الترقية ويفوز. والابيض كمل بي تيكس اي 4 نايت تيكس اي 4 ودلوقتي الحصان في طريقه لمربع سي 3
ويحاول يفوز بترقية بيدا دي سري، ولكن لاسكار كان محضر مفاجأة. يا ترى ايه هي؟ اذا وصلت لها اهنئك بشدة، ولك اكثر من اهداء. بيشوب اف 6 نقلة الدور. الابيض بيضحي فيل وفي نفس الوقت بيمنع الحصان من انه يجي في بيدة سي 3، وكذلك بيهدد ان ياخد بيدة. ويقال ان طرش لما شاف النقلة دي بتتنفذ على الرقعة حط راسه بين ايديه لمدة 10 دقايق من هول المفاجأة. الاسود لو اخد الفيل هيخسر فورا، والابيض هيلعب اتش 6 والبيدة رايح لمربع الترقية والاسود ما يقدرش يمنعه. واذا الاسود رد ببيشوب دي 4 هيكمل بيشوب تيكس دي 4 كينج تيكس دي 4 روك بي 4 بشوكة للملك والحصان، والابيض هيفوز. ولذلك الاسود في الموقف ده كمل كينج اي 6 وكمل الدور بيشوب تيكس جي 7. الابيض فاز ببيدة حيوي جدا، كينج اف 7 بيشوب اي 5 نايت سي 5 روك دي 1. دلوقتي الابيض بيهدد ان يلعب بيشوب دي 4 ويكسر الحصان ويفوز بالبيدة ويفوز بالدور في النهاية، ولذلك الاسود سلم. الحقيقة دور ممتع بين اتنين من عمالقة الشطرنج. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء مع فيديو قادم ودور رائع جديد. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.